بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 35 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بخير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ألف ميم. أخونا يسأل جمعا من الأسئلة، من بينها يقول: هل من يقول بالتفريق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة يعد من أهل البدع؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إن الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة، فلا تكون منصورة إلا إذا كانت ناجية، وذلك أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم: فرقت اليهود على 71 فرقة، فرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. سميت ناجية لنجاتها من النار، ولم تقع فيها كما وقعت في الفرق 72، وهي الطائفة المنصورة بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، وهم على ذلك، وهم أهل السنة والجماعة. فهي أوصاف لفرقة واحدة، وهي التي تتمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما من قال إن الفرقة الناجية غير الطائفة المنصورة فقد أخطأ وفرق بين ما جمع الله، ولكن لا يعد مبتدعا، وإنما يقال إنه أخطأ في كلامه هذا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يقول: هل الذي يقول إن المرأة التي تخرج من بيتها متبرجة سافرة قد كفرت بمبدأ لا إله إلا الله، هل من يقول هذا القول يعد من أهل البدع؟ هذا قول فيه غلو وفيه خطأ كبير. نعم، التي تخرج من بيتها غير متسترة تعتبر قد ارتكبت ذنبا عظيما، ولكنها لم تكفر بمبدأ لا إله إلا الله، بل هي مسلمة، والمسلم إن ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك لا يعد كافرا بلا إله إلا الله، إنما يعد كافرا بلا إله إلا الله من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، هذا هو الذي يعد قد كفر بمبدأ لا إله إلا الله. أما من ارتكب ذنبا دون الردة فإنه لا يعد كافرا بمبدأ لا إله إلا الله، بل يعتبر من أهل لا إله إلا الله، وإن كان مذنبا ومخطئا ومرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب التي هي دون الشرك، فهذا لا يعد كافرا بمبدأ لا إله إلا الله. وأيضا كشف الوجه لا يصل إلى حد الكبيرة، وإنما هو محرم ولكنه لا يصل إلى حد الكبيرة. ذهب بعض أهل العلم إلى إباحة كشف الوجه، ولكن الصحيح خلاف هذا، وأنه يجب ستر الوجه لأنه من أجمل ما في المرأة ومن أهم ما يدعو إلى النظر إليها، يجب عليها ستر وجهها عند الرجال الذين ليسوا من محارمها، وإذا كشفته عندهم فقد خالفت المشروع وارتكبت معصية وهي آثمة، ولكن لا تعد كافرة بمبدأ لا إله إلا الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية اليمنية، بيحان باعث الرسالة، أحد الأخوة من هناك. يقول: أخوكم في الله عبد الرزاق محمد صالح العليمي يسأل فضيلتكم فيقول: هل تجوز قراءة الفاتحة أو شيء
من القرآن عند زيارة القبور، وهل ينفع الأموات؟ جزاكم الله خيرا. قراءة الفاتحة أو قراءة شيء من القرآن عند زيارة القبور يعتبر بدعة لا أصل له في الشرع، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح أنهم كانوا إذا زاروا القبور يقرؤون الفاتحة أو شيئا من القرآن، وإنما الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور أو المرور بها أن يسلم عليهم فيقول: والسلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وغدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وإذا زار قبرا معينا من قريب له أو من إخوانه المسلمين فإنه يسلم عليه ويذكر اسمه: السلام عليك يا فلان ورحمة الله وبركاته، ويدعو له بالمغفرة والرحمة. هذا هو المشروع عند زيارة القبور، التسليم عليهم والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة. وأما قراءة الفاتحة أو قراءة شيء من القرآن فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعتبر بدعة. جزاكم الله خيرا. ما حكم تعليق التمائم ووضعها على الصدر أو تحت الوسادة، مع العلم أن هذه التمائم فيها آيات من القرآن الكريم؟ التمائم إن كانت من التمائم الشركية وهي التي فيها استعاذة بغير الله من الجن والشياطين أو دعاء لغير الله أو فيها حروف مقطعة أو لغة مجهولة لا تقرأ، فهذه تمائم محرمة وهي تمائم شركية، لأن فيها دعاء لغير الله واستغاثة لغير الله، فهي تمائم محرمة شركية. أما إذا كانت هذه التمائم والمعلقات والتي توضع تحت الوسائد من القرآن الكريم والأدعية الشرعية، هذه محل خلاف بين أهل العلم، من العلماء من أجازها لأنها من القرآن وليس فيها شيء محذور، ومن العلماء من منعها، وهذا أصح من الأول. المنع أصح لعدة أمور: أولا أنه لم يرد دليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم بتعليق هذا النوع إن كان من القرآن أو من الأدعية، وثانيا أن هذا وسيلة لامتهان القرآن وتعليقه على من لا يصونه ويهتم به من الصبيان وغيرهم، وثالثا أنه وسيلة إلى النوع الأول المحرم بالاتفاق وهو تعليق ما لا يجوز، فإذا فتح الباب تساهل الناس في ذلك ودخل في هذه التمائم ما لا يجوز. فالقول الصحيح منع هذه التمائم مطلقة. وأما القراءة على المريض ورقيته بالقرآن والأدعية الشرعية فهذا أمر مشروع، لأن يعني يقرأ على المريض من كتاب الله وينفث عليه ويقرأ التعويذات الواردة والدعوات الصالحة له بالشفاء والعافية، هذا أمر مشروع. لا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: سمعت حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء فيه أن العين حق، ما جزاء من يعرف أنه يضر الناس بنظره بعينه؟ جزاكم الله خيرا. نعم، الحديث صحيح، العين حق، وهذا شيء خلقه الله في بعض الناس وهي الإصابة بنظراته، وذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. العين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما في قوله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، كما في قوله تعالى في سورة قل أعوذ برب الفلق وفي آخرها: ومن شر حاسد إذا حسد. العين إصابة من حاسد وهي حق، وقد وقعت في عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر العائن بأن يغتسل ويغسل مغابن إزاره وأن يصب على المصاب، وهذا من علاج العين. وأما نفس العائن فإنه لا اختيار له في ذلك، لأن هذا شيء غير اختياري، صابته بعينه غير اختياري، ولكنه مأمور بأن يكثر من ذكر الله عز وجل، يكثر من ذكر الله عز وجل، فإن ذلك يذهب شر العين ويقي منها بإذن الله. لا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع مطلق العتيبي، أخونا يقول: بعد التسليم من الصلاة أذهب إلى البيت وأنا أذكر الأذكار الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز ذلك علما بأنني أزيد في الذكر؟ فهل يحصل الثواب؟ جزاكم الله خيرا. المستحب والأكمل والأفضل أن يذكر الله وهو في مصلاه قبل أن ينصرف، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وكما كان الصحابة والسلف يفعلون ذلك، يذكرون الله وهم في أماكنهم بعد الصلاة مباشرة، فإذا أنهوا الأذكار المشروعة قاموا إلى أعمالهم. ولكن لو كان الإنسان مشغولا وبادر بعد السلام وقام من مكانه لأن الحاجة تدعو إلى قيامه فلا بأس بذلك، ويذكر الله تعالى وهو في طريقه، وله في ذلك أجر إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا، يقول عن نفسه: أنا أحافظ على الصلاة مع الجماعة، لكن يخرج من فمي رائحة من مرض مزمن، فهل علي إثم في ذلك؟ وإذا لم تجز الصلاة مع الجماعة فكيف أصلي الجمعة؟ جزاكم الله خيرا. الحمد لله على نعمة المحافظة على الصلاة، وهذا شيء واجب على الجميع. وأما من ناحية الرائحة، فإذا كانت رائحة تؤذي المصلين ويتأذون منها فإن لك العذر في أن تصلي وحدك. وأما إذا كانت الرائحة خفيفة أو كان بالإمكان علاجها خارج المضادات لها والرجوع إلى الطبيب في ذلك، إن هذا واجب عليك. لا تترك صلاة الجماعة إلا إذا لم تستطع إزالة هذه الرائحة، وكانت هذه الرائحة مؤذية فعلا، فيها أذى للمصلي، فأنت معذور في هذا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بالنسبة لصلاة الجمعة كما يسأل الشيخ صالح، صلاة الجمعة وصلاة الجماعة هو الحال واحد، الحال واحد، لكن كما ذكرنا لا بد أن يتحقق أن هذه الرائحة كريهة وأنها تؤذي المصلين. ومهما ويجب عليه أن يحاول مهما أمكن أن يصلي الجمعة والجماعة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أصلي قبل صلاة العصر 4 ركعات، فإذا لم أتمكن إلا من صلاة ركعتين، فهل أصلي الركعتين الباقيتين بعد الصلاة في وقت النهي؟ صلاة العصر ليس لها راتبة قبلها ولا بعدها، ليس لها راتبة لا قبلها ولا بعدها، ولكن يشرع للإنسان أن يصلي قبلها إذا اتسع الوقت، صلي ما تيسر ركعتين أو 4 ركعات، ويعتبر هذا من النفل المطلق. وإذا لم يصلي قبلها شيئا أو صلى ركعتين فإن هذا يكفي، نعم، ولا يصلي بعد صلاة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا أصيب الإنسان بالعين وشك في واحد من الناس، فهل يجوز أن يشرب من غسيل ملابس من يشك فيه؟ وهل ورد في ذلك حديث؟ لأنني سمعت من بعض العامة يقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن ذلك ورد بمعنى. جزاكم الله خيرا. نعم، ورد الاستغسال من العين، يعني يطلب منه أن يغسل نواخل إزاره ومغادنه وأن يصب هذا على المصاب. فإذا أخذ شيئا من غسيله وصبه على نفسه أو أمر بصبه عليه فلا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المستمع عبد العزيز علي السعد يسأل ويقول: إنني بجوار مسجد لكنه يبعد عن البيت 2 كيلومتر، وأنا أسمع الأذان عبر مكبرات الصوت، فهل يلزمني الذهاب بالسيارة؟ لأنني لو ذهبت ماشيا فستفوتني الصلاة. جزاكم الله خيرا. المقياس في هذا أن يسمع النداء بدون مكبر الصوت، بالصوت المجرد. فإذا كان يسمع النداء بالصوت المجرد بدون مكبر فإنه يجب عليه أن يذهب إلى الصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن أم مكتوم لما سأله هل له رخصة أن يصلي في بيته قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب فإني لا أجد لك رخصة. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الحضور بسماع النداء. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. تعلق وجوب السعي أو علق الأمر بالسعي في النداء في صلاة الجمعة. أما مكبر الصوت فإنه ليس مقياسا، لأنه يمتد إلى مسافات بعيدة. وعلى كل حال إذا كان يمكنك أن تحضر للصلاة فإنه يجب عليك، خصوصا إذا كان عندك وسيلة وهي السيارة تؤديك للمسجد، فإنه من الخير لك والأفضل لك. ولو كنت تبعد عدة كيلوات قد يسر الله لك وسيلة تنقلك إلى المسجد، فهذا من الخير الكريم. وقد كان بعض الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لهم بيوت بعيدة عن المسجد، كانوا يأتون إليها للصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن يتحولوا قرب المسجد، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم. فحثهم صلى الله عليه وسلم على البقاء في ديارهم وإن كانت بعيدة، من أجل أن تكثر خطواتهم إلى الصلاة، ويكتب للمسلم في كل خطوة يخطوها إلى المسجد يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المملكة الأردنية الهاشمية رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة: لام ضاد عبد الله. أختنا تقول: يقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهل إذا أشرك الإنسان شرك المحبة ثم عرف فيما بعد أن ما وقع فيه من محبة زائدة أنسته الله هي شرك بالله، مع أنه كان إنسانا متدينا وليس زاهدا، فهل هذا يعني
أن ليس له توبة، وهل يقبل الله توبته ويغفر له أم أنه لا محالة ليس له رجعة وأصبح من الكافرين؟ جزاكم الله خيرا. المحبة، محبة الله سبحانه وتعالى، هي أعظم أنواع العبادة، ومن أحب مع الله غيره فقد أشرك به. قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فالله جل وعلا وصف المؤمنين بأنهم يحبون الله محبة خالصة ولا يحبون معه غيره، ووصف المشركين بأنهم يحبون الله ويحبون أندادهم، وهذا يسمى الشرك المحبة، وهو شرك أكبر، ولكن من تاب تاب الله عليه، وباب التوبة مفتوح، ولا يستثنى شيء من الذنوب لا تمحوه التوبة، بل التوبة تمحو كل الذنوب. قال الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقلطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال سبحانه وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال في النصارى الذين يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم ويقولون إن الله ثالث ثلاثة، قال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: التوبة تجب ما قبلها. فجميع الأعمال من كفر وشرك ونفاق وكبائر وصغائر إذا تاب الإنسان منها تاب الله عليه، إذا تاب منها توبة صادقة توبة نصوحا فإن الله يتوب عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع أحمد محمد عزيز، مصري يعمل في المنطقة الشرقية. أخونا يقول في رسالته: ما الحكم في امرأة أدت فريضة الحج في العام الماضي ودفعت فلوس الهدي إلى رجل ممن معها وذلكم لكي يجمع الفلوس ويذبح، ولكنه نسي ولم يذكر اسمها في الكشف الذي كتبه عند الذبح، وبعد العودة إلى مكة بعد أيام تذكر ذلك بعد أيام منى تذكر ذلك وأرجع لها الفلوس، فسأل شيخا في مسجد بجوار الحرم فقال له: تصوم 10 أيام وقد صامت بعد الرجوع إلى وطنها، فهل سقط عنها ما كان واجبا؟ جزاكم الله خيرا. الواجب عليها أنها ذبحت ولو بعد أيام التشريق، ويكون هذا من باب القضاء. فإذا كان الرجل لم يذبح عنها وأرجع إليها نقودها، الواجب عليها أن تشتري ذبيحة وأن تذبحها في مكة إذا ذهبت إلى مكة، أو أن ترسلها مع من تهلك به يشتري ذبيحة ويذبحها في مكة، ويكون ذلك قضاء ولا يكفي عنها الصيام ما دامت قادرة على الذبح ولو بعد مضي الحج، تذبحه قضاء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما الحكم في امرأة أحرمت للعمرة ثم غسلت يديها بالصابون سهوا، هل عمرتها صحيحة؟ إذا كان هذا الصابون من الصابون الذي ليس فيه طيب فلا بأس، لها أن تستعمل المواد المنظفة التي ليس فيها طيب. أما الصابون المطيب فلا يجوز للمحرم أن يغتسل به أو أن يمسه، لأنه يكون قد مس شيئا فيه طيب، ولكن من فعل ذلك ناسيا أو جاهلا فلا حرج عليه، لأن الله سبحانه وتعالى تجاوز عن هذه الأمة الخطأ والنسيان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الباحة بني ظبيان المستمع علي بن سعيد بن علي بعث يسأل ويقول: هل ثواب الفرض الواحد من الصلوات الخمس بمثابة 1000 وخاصة في الحرم الشريف أو في جميع المساجد بمكة؟ جزاكم الله خيرا. نعم، المساجد كلها التي داخل الأميال تعتبر من الحرم الشريف وتضاعف فيها الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المسجد الحرام أنها 100,000 صلاة بما سواه من المساجد، وذلك يشمل كل مساجد الحرم. ولكن كل ما قرب الإنسان من الكعبة وعاين البيت الشريف وصلى في مسجد البيت الشريف فإن ذلك أفضل، وإلا فالفضيلة والمضاعفة تشمل كل أرجاء الحرم ولله الحمد. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: لاحظوا أن بعض المأمومين يحمل المصحف ويتابع مع الإمام القراءة ولا سيما في رمضان، وبالذات رأيت هذا في الحرم المكي، فما هو التوجيه في هذا؟ هل هو جائز؟ جزاكم الله خيرا. هذه ظاهرة عند بعض الشباب ظهرت في هذا الوقت، وهي غير مشروعة، لأن المصلي إذا كان ينظر في المصحف فإن هذا
هذا يشغله عن الخشوع في صلاته ويشغله عن الإنصات لقراءة الإمام، فلا ينبغي للمصلي أن يأخذ المصحف ويتابع الإمام إلا إذا كان هناك حاجة إلى ذلك، كان يكون الإمام يقرأ عن ظهر القلب ويكون من خلفه يفتح عليه لو تشوشت عليه القراءة وهو لا يحفظ القرآن، فلا بأس أن يأخذ المصحف لمتابعة الإمام من أجل أن يفتح عليه لو تشوشت عليه القراءة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا.